اهلا اهلا بكم بكم اهلا بكم في فلوج جديد من لوس انجلوس كاليفورنيا. خدت القطر ورجعت تاني على لوس انجلوس. بعديها طلعت على المول عقبال ما مصطفى يخلص جامعه ويعدي عليا، وكان ساعتها ماتش مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بتاع الموسم اللي فات شغال، ومن كتر التوتر ما كنتش عارف اتفرج على الماتش، وكنت عمال اتابع النتيجه اول باول وادعي انه يخلص تعادل. وفي النهايه فعلا خلص تعادل، وليفربول بقوا على بعد نقطه واحده بس من صداره الدوري في حاله الفوز على ارسنال. بس هنبقى نرجع للموضوع ده بعدين. المهم رحنا السوبر ماركت وجبنا اكل يكفي شهر تقريبا وخلصناه كله في اسبوع. بعديها رحت اقعد عند فتحي يومين في مارينا ديل ري، واهم مميزات المكان ده ان المسافه بينه وبين فينيس بيتش مش بعيده، فنزلت اتمشى لهناك. البنت دي بقى كانت بتستنى الاشاره توقف علشان تتصور صوره ريوشه كده في نص الشارع، وقعدوا يعيدوا الحوار ده تقريبا 3 او 4 مرات، اصل مش اي حد يعرف يتصور صوره زي دي من اول مره. المهم كنت شفت واحد بيعمل انترفيوز في لوس انجلوس شبيهه شويه اللي انا بعملها، فبعت له جالي علشان نشتغل مع بعض، وكنت فاكر ان دي هتكون اخر مره استخدم فيها الميكروفون اللي بسلك ده، بس للاسف الميكروفون الجديد اللي جبته طلع صوته سيء جدا. المشكله ان الاسبوع ده كان كله امتحانات، فبرغم ان احنا عدينا على 3 جامعات مختلفه ما عرفناش نصور غير مع شخصين بس. على العموم دي كانت اول مره اروح جامعه UCLA، فخليني اوريها لكم. دي المكتبه اللي بيشتروا منها الكتب، وهتلاقي برده فيها سوفينيرز عليها اللوجو بتاع الجامعه زي التيشيرتس والهوديز وهكذا. انا لسه مش فاهم الاخ ده طلع على الدبدوب ده ازاي، وادي روبوت بيوصل الاكل زي اللي كنا شفناه في الجامعه بتاعه مصطفى. المهم يقسنا من التصوير في الجامعه دي، فطلعنا على جامعه تانية مسميينها هنا جامعه الاغنياء، وده علشان زي ما هتشوفوا دلوقتي كده الجامعه موجوده على جبل في مالبو على البحر على طول. الجامعه اسمها بيبرداين. خلينا نطلع الجبل مع بعض كده ونشوفها من فوق. الجامعة كلها على بعض صغيرة وما فيهاش غير حوالي 7000 طالب، فبرضه ده ما كانش احسن مكان نلاقي فيه ناس نصور معاه، بس برضه لفت لي لفة سريعة كده جوه وصورتها لك. خلصنا في الجامعة، وبما اننا كنا في مالبو فروحنا كلنا في مكان حلو كده على البحر اسمه مون شادوز. تاني يوم رجعت مع مصطفى على الجامعه بتاعته، وصورت اكتر من 11 انترفيو في اليوم ده، وبعد كده اكتشفت ان الميكروفون كان صوته سيء جدا. Where are you from? London, but I go to LMU now in LA. All right, cool. Which football team do you support? Arsenal FC. You know you're about to lose, right? No, never. we're gonna see. سبت الجامعه وجريت بسرعه علشان اشوف ماتش ليفربول وارسنال، وانا قاعد بتفرج على الماتش قلت لجماهير ارسنال اللي قاعدين جنبي معلش سيبوا لنا الماتش ده وهنعطل لكم توتنهام ومانشستر يونايتد علشان تاخدوا المركز الرابع. Hard luck first of all, and yeah, I really hope you get the fourth spot. We still got the fourth spot. We just need you guys to win out. We'll beat Tottenham and Man United for you guys. You guys do your thing. We'll do our thing. We'll do it. We'll do it for you guys. We'll see you in the Champions League. وانا جاي لك من المستقبل وبقول لك ولا احنا هنكسب الدوري ولا انتوا هتاخدوا المركز الرابع. ليه بقى العكننا في وسط الاجتماعات؟ ادينا هنلعبكم تاني يوم الاحد وانتوا مركز اول واحنا مركز تاسع. ولع معاك يا ابو المدافع. خلص الماتش ورحت علشان اشرب قهوه لحد ما مصطفى يجي لي، لقيت الشباب دي بيسالوني ممكن نصور معاك انترفيو هينزل على تيك توك. قلت لهم لا طبعا انا ماليش في الجو ده خالص، بس صورت معاهم برضو. شرم الشيخ بايت. وادي واحد من جماهير ارسنال جيت اقول له هارد لك يا كابتن، راح قايل لي يو جيت توب فور. يا باولو. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا، بس ماشي. رجعنا على السوبر ماركت تاني بما اننا بناكل كتير، وبالليل رحت انا وفتحي نسهر في مكان على شكل بيت كده مشهور قوي هناك اسمه ذا بانجلو. بعديها طلعنا على المكان ده علشان نغني كاريوكي، بس للاسف وصلنا متاخر ودي كانت اخر اغنيه. هتلاقي فيديوز اكتر في الستوري هايلايتس على انستجرام.